المصور خلاص انا قانش عم عبير وي عبير شلاله الله يتا غندخل عندكم ابوني لايكات تخافش ويلي وي لا بغيت ندير لهم لايكات باش ندعمهم لايكات هذا كبير حضر يكون ايش لايكات فيش لي تليفون بس عارف لايكات ويلي غتعاون مع الناس وزيد سلاش تراكس ياك ها تراكس سلاش باقي ما يعرفش علاش غيضربك ومن هنا تولي كاين شي تراكس دابا كانوا في فوق يقدروا ما بدا لا ريبيش هنا طلعت الماء شحال هذا بقى دير الو عبير مرحبا الو ايه صافا دورنا من كما يخل السلام عليكم اليوم كنتشاهدوا معنا في السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي جريدة عبير الأوفياء فكيف ما كتشوفون انتم معنا على المباشر هنا بمنطقة البراهمة بمدينة سلا عملية الهدم اللي كتشمل هذه المنازل الصفيحية هنا بهذه المنطقة هذه وقتاش بدات هذه العملية هذه وقتاش بداو تيهدموا خمس ايام دابا خمس ايام دابا هذه المنطقة كاملة غيحيدوها غيحيدوها من هنا لولد العياش من هنا لولد العياش كاين اللي خد حقوقه كاين اللي لا كاين اللي خدا التعويض كتقصد كاين اللي ما خداش التعويض علاش ما خداوش هذوك كاين اللي كيشري دابا دار دابا الدار كيقول باش انا منا ما يقدر ما يشريش كيبيع لواحد اخر وكيحسبوها قديم هذوك ما كياخذ كيبيع 4 6 مليون كيبيع واش خاسر على فلوس الحراويه وفي الاخر ما كيشد والو يقدر ما يشري يقدر الباقه ماشي ما يعني مولا دابا هنا كاين اللي معوض كاين اللي ما معوضش المهم اللي معوض مريبي اللي ما معوضش باقي بحال الدور هنايا والدار دابا اللي ريبوا ليه كامل معوض دابا كيحاولوا يعوضوا كلشي باش يريبوا كلشي باش يريبوا كلشي ونتمناو كلشي يتم التعويض ديالو الله يحفظك فكيف ما قلت متابعينا الكرام انتم معنا مباشره هنا بمنطقه البراهمه بمدينه سلا فكيف ما كتشوفوا حنا فوق هذا الردم هذا اللي خمس ايام والالات اللوجستيكيه اللي مكلفه بالهدم هنا كتدور كتهدم هذه المنازل هذه هلا ديال هذا دراج مزلجة غتريب ما مزلجاش غتريب ياك اش كيريبوها هما نيت شوف عبد الحق انا هنا الشعب مدمر معنا الشعب مدمر وكيف مدمر انا خويا راه حوايجنا عاد ما كرينا ما والو غنفرقنا في الديور تهضري اختي تهضري اختي لا اله الا الله
فيهم الحق. لا اله الا الله. جوج راكم جوج الناس بقى وحده. جوج الناس بقى وحده باش تخلصي باش غت فين غتحشم على الفلوس فلوس باش تشري فين ما الرجال ما خدامينش عندنا هنا رجال راه شي كامل ما عندوش راه يفرقوا الحوايج شي باعوا شي دخلوا بيعوا شي يدخلوا هنايا باعوا الناس لا اله الا الله انا قلت لكم دابا داك الشيء اللي كاين الله يحفظك شكرا شريفه الله يدير لكم اللي فاتوا وحق الله انا ما بيعوش راه ينصبوا على الناس هنا تيجيو تقول لهم راه يستغلوا الفرصه فرصه تيقول لها نخدم دير عندك 30 الف ريال هادشي كامل قصدين وكلشي شتي ما لاقيش فاش تحط حوايجات لا اله الا الله لا اله الا الله ما قداش هذا المسكين صور 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 ما كاينش شي تراك تقطع لا يلا نضربو ليه ورانا نقدرو نلقاو مزيان شحال بصلا الله يبارك الله يبارك صافي الترياب حطو هنا ولا مازال القدام سيش بناحت الله بالنسبة للمكان ديال هذه المنطقة هذه منطقة البراهمة من يعني الطريق ديال حي الانبعاث واد الذهب يعني منين كتخرج من واد الذهب كتمشي يعني مباشرة كتلقى هاد المنطقة هادي كتسمى بمنطقة البراهمة جماعة عامر ياك جماعة عامر فقلنا متابعينا الكرام هاد المنطقة هادي هي كتواجد في جماعة عامر منطقة البراهمة بالضبط اللي جات وراء مطار مدينة سلا جماعة لا جماعة عامر على ما شفتيها جماعة عامر ارهن ادرهن Thank you.
شي حاجه تبقى نعشيك شي وها طيب انت دوزين عرفتش دابا شنو مصير هاد المدرسه هادي وشي هي التحيه هاد المناطق هادي كاملة غادي تهدم. دابا كاع دوك الناس اللي كيعطيهم كيعطيهم ديك الورقة ديالهم تيجيو تيهربوا لهم صافي. يعني كاع الأشخاص اللي كيتعوضوا صافي كيجيو يهربوا. في ديك البلاصة كنظن ياك في ديك البلاصة كاين السلطات المحلية. دابا اللي كيمشي كيسيني على التعويض ديالو كيتهدم الدار ديالو واللي معترض كنظن هو اللي جوج بقعة هذه الأكثرية تعاودهم جوج بقعة حتى في سهل ومنطقة الناس الشارية دابا هما كيطالبوا ببقعة كل واحد ياخذ بقعة هنا كيبيعوا شي حوايج ومياه تمشي يا اخي خلاص كل شيء ينفع يا الله ضرب عندنا الدنيا غير ساعة كنا راجعين نقدروا نلقاهم فيه فمتابعينا الكرام حنا مازال كنتواجدوا في هذه المنطقة هذه اللي كنشوفوا يعني كيتواجدوا بزاف ديال المنازل الصفيحيه انا وكنشوفوا كيف ما كتشوفوا عفوا امامكم في المباشر الناس يعني هزه حوايجها في هذه الاجواء هذه وفي هذا الوقت وكاين هنا اللي كيبيع حوايجو داك الحوايج اللي ما غاديش يحتاجها اللي كتكون ثانويه كيبيعها ما عندوش فين يديرهم اولا ما عندهمش فين يديرها بالاحرى كيف ما كياكل ديال الاخ هنا فكيضطروا انهم يبيعوها باش يخففوا عليهم شويه في التنقل وعلى ما حكت لنا واحد السيده يعني هنا كيتم حتى في بعض الاحيان مع الاسف كاين بعض الناس اللي كيستغلوا هذه الفرص يعني كيشريوا من عند الناس باش ما بغاو هما لان الناس دابا مضطره انها ما بغاوش يهضروا ما عندهاش فين دير ما عندهاش فين دير دوك الحوايج فكتضطر تبيعها والناس اللي كيشريو مع الاسف كيستغلوا بحال هاد الفرص هادي باش كيشريو يعني غاد نعطيك واحد الثمن معين
انت ما بغيتي ما بغيتي بغيتي ما بغيتي انت ضروري ما غتبغي اه انت بزز منك ما عندكش حتى كيدير تهزو تبقى تدور بها ولا ومع الاسف هذه حتى هي امور اللي ما خصهاش تكون يعني بلا ما قال داك السيد قبيله قلت ما الناس الشمس باش باش يكريو الناس عندهم يعني دابا لا خرجوا من هنا باش يتسناو انهم يبنيو ما عندهمش باش يكريو ما والله يحسن العوان مل دابا ما عندهمش باش يكريو ما عندها يعني لا خرجوا من هنا ما عندهمش فين يمشيو مزاج دابا هادو كيستعدو باش يكمل هدم ديال البيوت تيخوي حوايجهم تيجمعو حوايجهم باش اه الناس مكرفصه الله يكون لهم في العون منطقه كانت تبان لي كبيره انا يعني بزاف الناس ساكنين فيها انا فكيف نشوفوا المشاهدين الكرام مباشره هنا في هذه المنطقه هذه اللي كيف ما سبق وذكرت كيف ما هي في العنوان منطقه البراهمه هنا بمدينه سلا فكيتم الهدم ديال هاد البيوت الصفيحيه وهاد الناس هادو في هذه الجهه كيتم كيستعدوا يعني تم الاخبار ديالهم بالهدم لربما غدا ولا بعده فلهذا كيستعدوا باش كيحيدوا الحوايج ديالهم كاين هنا اللي كيخرج حوايجو كيف ما ذكرنا من قبل باش يبيعها باش يتخلص من داك الثقل اللي عنده بزاف ديال الحوايج وكيضطر مع الاسف يبيعها بالثمن اللي كيبغي دوك الناس اللي كيشريو رغم انه تيكون ما مسلكوش فكيف ما كتشوفوا الناس يعني ولاو عارضين الحوايج ديالهم هنايا فعلى كل حال ما نتمنوا الا الخير لهاد الناس هادو وكما ذكرت متابعينا الكرام نتوما كنتو معنا مباشره من منطقه البراهمه هنا مدينه سلا